وأخيراً أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تتويجاً لما صنعه المواطن المصري في 3 أيام الانتخابية لإدلاء بصوتهم، كان وجودهم حاضر وثقتهم في الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الفائز، واللي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات. الرئيس عبد الفتاح السيسي فاز ب 39,702,000 صوت و 451,000 صوت بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة. كل التهنئة القلبية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فوز عن استحقاق. كل هذه الملايين اللي نزلت الشارع واللي كان عددهم 44,777,668 ناخب نزلوا لثقتهم فيك يا رئيس، نزلوا علشان نكمل المشوار اللي بدأناه معاك. الرئيس الإنسان، الرئيس اللي لقيناه في كل المناحي الجمهورية، مع المواطن البسيط، مع العمال في المشاريع، في كل مكان موجود. الرئيس اللي عاد تسليح جيشنا، الرئيس اللي عمل حياة كريمة، الرئيس اللي حريص على كل أطياف المجتمع المصري أن تصل لهم الخدمات بلا تفرقة. مبروك يا مصريين اللي طلبتوه. فكرة إنها إرادة شعبية إن حضرتك تنزل وتدلب صوتك، وصوتك ده يكون مؤمن عليه من القضاء، ويفوز الرئيس اللي اخترتوه واللي أخذ ثقتكم واللي كان عنصر هام في كل هذا الإقبال على الانتخابات الرئاسية، ما ينزل 44 مليون وأكتر من كده كمان، يبقى أكيد هذه ثقة في القيادة السياسية. الرئيس عبد الفتاح السيسي 39,702,451 صوت بنسبة 89% من إجمالي الأصوات الصحيحة. يليه حازم محمد سليمان وهو بنسبة 4% من إجمالي الأصوات الصحيحة. كمان محمد فريد زهران وفاز بنسبة 4% من إجمالي الأصوات الصحيحة، وعبد السند يمامة 1.9% من إجمالي الأصوات الصحيحة. وزي ما قال رئيس الهيئة، باقي المرشحين فزتم باحترام المصريين، لم يدخل أحد في تجاوز تجاه الآخر بشكل شخصي، بل كان المنافسة بكل احترام وتقدير، بروح مصرية تشبه المصريين اللي نزلوا وإدوا أصواتهم للمرشحين الأربعة، بما فاز فيهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة.